صباحكم مشاهدينا بأولى فقراتنا، ومثل ما اعتدت في أكتوبر من بدايته وحتى نهايته بالعديد من الفقرات اللي بنتناولناها في فلسطين الصباح اللي بتخص التوعية بالفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وفي فقرتنا لليوم رح نكون مع مبادرة وندوة لأنك الحياة، وهي ندوة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وبسعدنا نرحب بضيفتنا سيلفيا أبو لبن، منظمة الندوة والمستشارة التربوية. سعد صباحك. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية خلينا نتحدث أكثر عن هذه الندوة والتي جاءت تحت هذا العنوان الجميل لأنك يا الحياة، وتزامنا طبعا مع شهر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. احكي لنا كيف الفعاليات اللي كانت مرتبطة فيها، وأهم يعني خلينا نقول المخرجات التفاعل من قبل النساء مع هذه الندوة. بداية بدي أنوه أنه ندوة لأنك الحياة جاءت ضمن مبادرة من مبادرات مؤسسة مقدسية اسمها مؤسسة إلياء للتنمية والتطوع. لأنك الحياة كنا نخاطب فيها المرأة بأمور توعوية، قدي مهم إن هي تهتم بصحتها، وقدي مهم إن هي تكافح مرض سرطان الثدي، وتعمل قدي مهم كمان وتعمل إنها تروح تعمل الكشف المبكر عن السرطان. طبعا سرطان الثدي هو عبارة عن خلايا موجودة حوالين الثدي بتكون، فالمفروض التوعية لسرطان الثدي يكون دائم ومستمر وليس فقط بشهر أكتوبر. نعم ست سيلفيا، لما بنحكي عن هذا الشهر بشهر التوعية، مهم كتير كمان لما نعمل أي ندوة نحكي عن الأرقام العالمية بالإصابات، بنحكي عن الأرقام اللي في موجودة هون، يمكن تكون هي معلومة أول شيء وتكون رادع للكل يوصل لمرحلة الثقافة والوعي بضرورة الفحص المبكر لإن شاء الله ما نوصل هاي المرحلة من الإصابات. صحيح، مرض السرطان هو بتصدر الأرقام العالية جدا في العالم، بتصدر إصابة 2 مليون امرأة من العالم، أي بما معناه إصابة امرأة واحدة من بين 12 امرأة، هذا على الصعيد العالمي. أما على الصعيد الفلسطيني، وحسب وزارة الصحة الفلسطينية نسبة إصابة السرطان في المجتمع الفلسطيني تصل إلى 32%، للأسف الشديد نسبة عالية جدا، وهي بتؤدي لعدد سرطان بشكل عام تشخيصه بيؤدي نصف وفيات فلسطين. السنة الماضية عملوا إحصائية تبين إنه عدد إصابة نساء فلسطين بالسرطان 2020 كان 520 سيدة، بما معناه إنه عدد الإصابات جدا عالي. لكن بكل هذه المؤشرات الموجودة والإحصائيات، هناك أمل إنه كمان إذا تم الكشف المبكر عن السرطان بالمراحل الأولى يتم انخفاض عدد الوفيات، ويتم انخفاض إنه ما تلجأ وزارة الصحة أو المستشفيات أو المشرفين للعلاج على استئصال الثدي. نعم، عشان هيك احنا بنقول انه الكشف المبكر هو حياة، لانه نسبة النجاح والاستجابة للعلاج بتكون عالية جدا لما بيكون في كشف مبكر، وهذا بتطلب توعية عالية فيما يتعلق ب يعني ازالة كل الحواجز التي تمنع المرأة من الذهاب للكشف. قديه كان هذا اخذ مساحة خلينا نقول في الندوة؟ يمكن سمعتوا شوي عن الوصمة الاجتماعية او نظرة المجتمع، كل المعيقات اللي ممكن تواجه النساء فيما يتعلق بالتوجه للكشف عن السرطان. صحيح، التوعية ضرورية جدا، لأنه إحنا مجتمعنا كمان بفكر إنه السرطان يصيب فقط السيدات اللواتي يتجاوزن 40 أو 50 عام. لا، لما عملنا التوعية تبين إنه السرطان بصيب أيضا الرجال لكن بنسبة قليلة جدا، ويصيب الفتيات المراهقات بنسبة 2%، أي كمان نسبة عالية مقارنة مع طبعا سرطان الثدي الذي يصيب النساء فوق 40 و50، هي نسبة عالية تكاد أن تصل 40%. إحنا بخلال الندوة أكدنا على ضرورة عمل الفحص الموموغراف، بما معناه هو الفحص الإشعاعي، إنه هذا الفحص ببين بدقة قد الأنسجة
في الخلايا المصابة، وقد ايه في تكتلات وفي تكلسات وفي أورام موجودة التي لا تظهر بالمقارنة مع الفحص الذاتي الشهري، الذي كمان أيضا الفحص الذاتي الشهري ننصح الفتيات المراهقات بالعمله باستمرار، وهو بسيط جدا، مجرد انه يظهر شعيرات او تحت الابط كتكلسات هو بما معناه انه بداية ظهور المرض. نعم ست سيلفيا، بنحكي كمان من خلال هذا اللقاء اللي انتم كمان عقدتوا في ندوة توعوية مع النساء، ذكرتوا كمان انه هالمرض مش نهاية الحياة، ولأنهن الحياة، ففي نحكي عن وسائل كبيرة في فلسطين، صار في عنا علاجات، صار في عنا أيضا استئصال وعمليات، كديش كمان هذا الجزء من يعني التوعية والإعلام ب يعني الشفاء من هذا المرض موجود، وفي فلسطين في مواكبة له. صحيح، خلينا نرجع للشهر الأكتوبر إحنا اللي إحنا فيه، اللي هو برمز وهو شعار لشريط الوردي الزهري، اللي هو برمز لقضية مرض السرطان، سرطان الثدي. هذا الشعار هو بوصي دائما برفع التوعية قدي مهمة للسيدات، قدي لازم نعمل ندوات خيرية، قدي لازم نعمل مبادرات وفعاليات مجتمعية حتى كمان بإطار المدارس. يعني أنا بوجه رسالة كمان من هون من عبر شاشة فلسطين للقطاع التعليمي، للمدراء المدارس، للمفتشين، للمركزين، للمعلمين، للمعلمات، إنهم يهتموا إنه خاصة بهذا الشهر، إنه مناسبة شهر أكتوبر، إنه البنات أو الأولاد أو طلاب المدارس بيسمعوا عن شهر أكتوبر وبشوفوا الأشرطة اللي هي موجودة على شكل دائرة، فلازم إنه يشاركوهم بهذا الموضوع، وإنه يطلبوا منهم بخلال الأنشطة اللامنهجية إنهم يقوموا في عمل مثلاً مسابقات بين الصفوف، أو عمل كمان مسرحيات بهذا الموضوع، أو عمل كمان لوحات حائط إنه هي تنكتب قدي النسب، قدي مثلا لازم إن أنا أروح على البيت أبلغ أمي إنه أنا أعملي هذا الفحص، أنا سمعت إنه فيه هيك مرض، أو حتى الأم ممكن ما تكون منتبهة في البيت على هذا الموضوع، خاصة بتعرفي ربات البيوت بيكونوا منشغلات طول الوقت في عملهم وفي الأعمال المنزلية، فبكونوا إنهم هم من غير مطلعات على الأمراض اللي عم ممكن تدخل جسدهم بدون هم كمان يكونوا عارفين. فالطلاب لما يروحوا على البيت ويكون عندهم توعية بهذا الموضوع بكون مهم جدا إنهم هم بيعملوا كمان إدراك للأهل. بالفعل احنا بنحكي عن توعية مش بس بتستهدف النساء، وإنما حملة توعية بتستهدف كل فئات المجتمع، لأنه احنا شركاء يعني في الحفاظ على صحة الجميع والكل بهمنا. شكرا لوجودك معنا، نتمنى لكم كل التوفيق والسلامة يا رب. يعطيك ألف عافية، وشكرا لهذا الحس كمان بموضوع التوعية وتقديم الندوات، لأنه من خلال هاي الندوات احنا كمان نصنع ثقافة من الوعي دائما بالفحوصات وتجنب الأمراض. يعطيكم ألف عافية، يعطيكم العافية.